قبل أن نبدأ إخواني الكرام، أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وأن تضعوا لايك للفيديو لتتوصلوا بالجديد إن شاء الله. قالت ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن المغرب أنتج 98 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في سنة 2020. وأوضحت الوزيرة اليوم الاثنين خلال أسئلة شفوية بمجلس النواب حول الانتقال الطاقي إنه من المرتقب أن يصل الإنتاج إلى 110 مليون متر مكعب سنة 2021. الوزيرة بن علي ذكرت إن الاستراتيجية الطاقية الوطنية المعتمدة من طرف المملكة في ترويج وتشجيع التنقيب من طرف شركات عالمية تشتغل حاليا في مساحة إجمالية تبلغ حاليا 183,600 كيلومتر مربع مغطاة برخص مختلفة، منها 9 رخص للاستغلال و53 رخصة بحث منها 26 في المجال البحري و3 رخص استكشافية. بن علي أوضحت أنهم ما بين 2000 و 2020 تم إنجاز أشغال في مختلف الأحواض الرصوبية المغربية بما فيها الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية بغلاف استثماري بلغ 27 مليار درهم. وذكرت أنه تم اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات متواضعة بعدة آبار في منطقة الغرب البرية، وإنتاج الغاز الطبيعي في مدينة الصويرة يتواصل بمسقالة لتزويد المجمع الشريف للفوسفات، واكتشاف الغاز بمنطقة تندريرا وحفر مجموعة من الآبار بالمحيط الأطلسي أظهر واحدا منها وجود نتائج مشجعة لتواجد الغاز بمنطقة طنجة والعرائش البحرية. وقالت الوزيرة بن علي إنه أول اكتشاف من نوعه بالمنطقة التي تعد امتدادا لنفس الطبقة الرصوبية المستكشفة بحوض الغرب باليابسة.